وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المستشار الشيخ مريم بنت عبد الوهاب الخليفة، مدير إدارة الفتوى والبحوث بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، رئيس اللجنة القانونية لانتخابات 2018. سعادة المستشار، بعد التحية، هل توضحين لنا أكثر مفهوم الصمت الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدت اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، ونقصد بالصمت الانتخابي وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في كل أنحاء مملكة البحرين، وذلك قبل يوم الانتخاب 24 ساعة. وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة الدعاية الانتخابية اللي قام فيها المرشحين واللي استمرت لمدة شهر تقريبا. نعم. ويهدف الصمت الانتخابي إلى منح الفرصة للناخبين لاتخاذ قرارهم بالتروي في بيئة هادئة خالية من أي دعاية انتخابية، حيث يمنع على المرشحين خلال هذه اليوم أنهم يقومون بأي صورة من صور الدعاية الانتخابية، مثل فتح المقر الانتخابي أو التواجد فيه، إرسال الرسائل الهاتفية للناخبين، استخدام أيضا مواقع التواصل الاجتماعي أو الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية، أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من مراكز الاقتراع أو في أي مكان آخر. نعم. سعادة المستشار، ما هي العقوبات التي ستفرض في حال خرق أي من المرشحين لفترة الصمت الانتخابي؟ طبعا في حال تم رصد أي شخص يخالف أحكام الصمت الانتخابي فهو بيتعرض للمساءلة القانونية بتسري بشأن العقوبات المقررة لجرائم الدعاية الانتخابية. يجوز كذلك للبلدية المختصة إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة. وبالتالي احنا ندعو جميع المرشحين ووكلائهم وممثليهم إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وخصوصا عدم مخالفة فترة الصمت الانتخابي. نعم، المستشار الشيخة مريم بنت عبد الوهاب الخليفة، مدير إدارة الفتوى والبحوث بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، رئيس اللجنة القانونية لانتخابات 2018. شكرا جزيلا.